سابق في كابوس اصعد صوتك في الحقيقه يا رمضان. يا رمضان يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان. اشوف فيك يوم ايوه يا خلف ابو علي. خلف عينك انت لسه نايم؟ نوم العوافس والله عليك. تعال يا وبط الميه. عيني عيني حاضر حاضر يا خلم وقويه جاتك الهم. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي والله ملفوفه. ينزع سم يا اخويا على العيل ده لما ما صفحت الميه. ده يا ست انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم. انت مش شايفني حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو. امال الرجاله يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج. اخرج. طيب كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين انا؟ مالي وانا فاضيالك؟ طب شايلين انت. العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا هسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه مش عرفني. هسرقه منين يا وليه؟ مش عرفني. اهي خدي خدي يا وليه. سرقه؟ ايوه. سرقه يا وليه مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا وليه مش انت اللي مديهالي العيل؟ قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام. سيبك يا ماما. 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 سيبك يا ماما
طلع فوق يغير هدومه عشان يبرد من غير ما يجيب لنا العيش. عيش ايه بس يا ماما؟ كمان مفيش عيش. لا يا بنتي مفيش عيش، عايزين عيش عشان اخواتك يفطروا ويروحوا مدارسهم. اطلعي اندهي. لا ما ماليش دعوه، اطلعي اندهي لنا. بقول لك اطلعي اندهي. اندهي لنا انت بقى يا ماما. اوعي اختي كده. يا رمضان يا رمضان. ايوه ايوه اخدت ام علي. انزل قوم هات العيش. نعم العيش. ماله؟ عايزين عيش. ما انا جبت. انت جبت الميه والدور على العيش؟ ايوه. طيب حاضر نازل. وحياه ابوكي مش عايزين حاجه تانيه؟ اذا كنت عايزه فجلي ولا جرجير ولا ابر بوابير قبل ما تنسي. هتفتح لي محضر ده فتح نافوخي. يلا اخينا انت وهي مفيش عيش. لا مفيش عيش. ليه مفيش عيش؟ ليه خالص؟ الساعة 7 الا ربع الصباح العيش خلص. صباحنا لصباح الملك لله. ايوه خالص. انت بتقول العيش خلص؟ ايوه خالص. امال ايه دي؟ بعت سياحي من بقى الرغيف ب 15 قرش. العيش بقى سياحي كمان؟ اه. وسياحي ليه؟ عليه سمسم. طب ما تشيل السمسم وهاته من غير السمسم. بقول لك ايه؟ خد من الفرن اللي جنبينا اجري هوينا. يلا. ايوه ده ليك حق عشان الكلام مش هيحوق معاه. يلا يلا يا ست توهية. يلا يا اخويا خلي. يلا شطبنا. يلا يلا يا راجل انت. العيش العيش اهو. عايزين حاجه تانيه؟ لا اطلع انت بقى غير هدومك على ما اعمل لك ساندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع في ايه؟ لسه هطلع السلالم دي كليتي. اه امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ اه على رايك. حاضر حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحه يا رب. ربنا ياخدك يا اللي ببالي. صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم هلال. الشعبط ماشي. على مهلك. حماتك تحبك. غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ هفطر برسيم يا راجل. الطعميه السخنه ايه؟ كل. حماتك تحبك. ماشي. ببلاش حماتك تحبك دي. طيب بلاش. حقك عليا. اخد عجلس باريزه. باريزه باريزه يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نساء. يلا يلا ياخد يلا ياخد اطلعي يا اختي. اطلعي يا حاسس. انا باخد لحاسس. اه الله يا محمد. اطلعي ياخد اطلعي. اطلعي يا اخويا. يا اخويا اطلعي. ايه ده يا اختي؟ اطلعي بقى. رشي على كده. ايه يا ست انت؟ انت تركبي وهو يحشك. شلني شلني. اشيلك؟ ايوه شلني. ده انت عايزه ومشي شوك عشان يشيلك. ايه اتخمنلك؟ اول مره اشوف واحده ست بمقصور. طب شيل شيل. عايزين اتنين اربعه رجاله يشيلوا معانا. طب شيلني عيب عليك. ايوه وسام تعال شيل معانا. ربنا يخليك. تعال معانا. شيل شيل شيل. معاك سلامه يا عم هلال؟ لا مفيش سلامه. معاك شيل. يلا خد يمين وانت خد معاك شيل. يا الله اكبر. الله اكبر. شيل يا جدع. والحين عدينا مؤاخذة. تعملوا ايه؟ قضية منيلة في 60 نيلة يا اخويا. بعد عنا بص هلقوا فلوس ناقصة في الشغل. اه على بلاطة كده يعني هبطوهم. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 اشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا احنا جرينا وجابنا في كل حاجة. لجنة خبراء اجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ايه ده؟ ما تخليش 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 تخليش
القفله تطلعوا لي في المنام مع اللي بتسمي. اوعى حد يا محمد اوعى يا حرس. اوه يا كلام والله العظيم بتسمي ولا تسمي. يا سعديه يا اختي جوزك ده راجل خايب قوي. انا على راي المثل ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه عدم المؤاخذه ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهيه عشان 300 جنيه؟ يو هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 اشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله مش نيابه ومحاكم وبوليس؟ ابو الكابله يا اخويا عاملينها فتحه. جوزي بيقول على الاقل على الاقل فيها 10 سنين. يفضل الله ولا فالك يا نبويه. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزي ليه يا نبويه؟ يا سعديه يا اختي دي تسعيره والعمليه دي فيها 10 سنين. هتسالي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوه انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت ما تحطهاش حلوانه في سلوانه وتلزق كده. ارجع لورا شويه. انا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربيه على وضع جسمك. الله انا اشوف لك عربيه على وضع جسمي ازاي ده يا عم. نفسي اركبه مره. الاسانسير عقلاني يا سي رمضان. يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيد ما تضحكش عليا ولا حاجه. امرنا لله نطلع على السلم. ربنا يختم اللي ببالي. نعم اخويا. مش قصدي عليك انا مش قصدي عليك انت ابن حلال. ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجه يا بشبيش ولا حاجه. اصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ اصل الدكاتره بيقولوا ان اللي بيطلع 5 ادوار اكنه مشي 3 كيلو. انا حسبت السلالم اللي طلعتها النهارده لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هم مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشويه كده كيلومتر. عليا النعمه انت مسكين. اي أيوة والله يا رد. واستنى وسط الجمعيه يا فندم. انت واقف فين تعالى؟ انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الله وقدام يعني مش عندي عيال ولا متجوز؟ ما اكلش رز ولا سمنه اموت من الجوع؟ سمنا عند حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها. اشوفها بتشنشن في الشوارع وماشيه عريانه مط والناس بتقول عليها المجنونه. ايه وانت بتجيب لها ليه؟ بتحلط لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشبيش بحالي. سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عايز اي حاجه بقى من هنا معايا؟ لا اتكل انت على الله. اي خدمه يا اخوي. اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامه. انت في ايه؟ ما انت واقف هنا بتعمل ايه؟ ما في ايه؟ اي خدمه؟ لا لو فيه زبون عايز يشتري لحمه بريال قال يبقى فيه. نعم. اللحمه بريال قال اقل حاجه عندنا نص كيلو ب3 جنيه ونص. نص كيلو مين يا؟ احنا بنشتري اللحمه بتاعتنا بالجمعه، بنشتري بال10 كيلو بال14 كيلو بلد، وفي العيد بنتبع جليه. اي والله بنتبع جليه. البريال لحمه ايه ده؟ الريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك ايه، خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبص لي ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟
بيهوهوم. بقول لك ايه، خلصنا، انا ما عنديش وقت. عايز بريال عقد للكلب؟ ما تبص ليش، قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم، 2 كيلو لحمه هتغدى بيهم. تتغدى باتنين كيلو لحمه؟ ايوه، بطني وانا حر فيه. قال على راي المثل، اقرع ونزهي. اقرع ونزهي يا ست، اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوزك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك ينيلك؟ هم 605 مرطوش هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه تتجوز بيهم؟ يا ست ام علي، العروسه موجوده وانا موجود، والفلوس ما بتسعدش حاجه. البوتاجاز بكام؟ بكام ده؟ 5 جنيه. والتلاجة بكام؟ وما يخنقش عبد الحمد لله. وأوضة النوم بكام؟ وما يخنقش عبد الحمد لله. يا ست النوم على أرخص حاجة. أيوه، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. أمال أعمل إيه هاني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني، أنت لا تصلح للجواز، متلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص إيد؟ ولا ناقص رجل؟ ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس، عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم، مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوش لي ب 605 مرفوض. ب 605 جنيه. يا ماما، يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك، ترضى تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ستي انا لا هبهدلها ولا حاجة، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه، مقليس قوي. يا ابني احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس، معاك فلوس؟ لا، معايا برطيش. خلاص، تبقى برطوشة ما تسواش، ما تزعلش مني. الا، هو انت ترزعين الكلمة وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بنتك ايه؟ جبلتي يا ست، ما تعمليش حاجه، حقك عليا. رمضان، استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي راحه ورا، بتعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا حتى احنا اخوخه. ما تجيش شر عليك يا بنتي، ده مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. اله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز، ولا طمرت فيها السمنه، ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتتصلح ولا بتتنيل، دي وليها طماع. اي والله طماع، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب. انما ايه جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي؟ الهي يا رب تطفح الرز، الهي يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ، انت والجزار اللي عايزنا اكل الكلب بريال. امال الموظف اللي زي حالتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت، ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا هنوق مرضيت، تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكمله؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانيه في 6 سنين، كنت هلاقيها منين ولا منين؟ هلاقيها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من الطوابير الجامعيه ولا من مجاب الميه ولا من مجاب العيش ولا من قله ادب المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، بلاش كام فرخ. دوق انت بس، دوق انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا مغاوري. ازيك يا ولد؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ رمضان. ازيك؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ رمضان. مالك يا ابني ايه البغلي كده؟ ايه اللي بيحصل بيه؟ في ايه؟ انتوا قلبتوا الدار لقمده للجواميس؟ ايوه، اصل ابويا العمدي مخلي كل حته في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما بيسيبنا غير سيره الفلوس؟ نهايته خلي العمده فين؟ موجود جوه. اتفضل يا أستاذ رمضان. يلا اتفضل. قلتوا ايه؟ سلام عليكم. عمرك سلام. اهلا 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 وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكم. ازيك يا خالد؟ رمضان اهلا
وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ها؟ ازيك يا خالي؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رب. اهلا 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 يا خالي. اهلا بك انت. يا الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صافا. ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خالي؟ هي الدنيا ساعة باين يا ابني. ما ترسلك على بار ساعة ولا سخن؟ اي حاجة يا خال. حاجة ساعة حاجة سخن. اي حاجة تشرب وخلاص. طب ما تقول كده من الاول. اديني اقول شاي اللي جوه. علي النعم ما في شاي ولا نيلة جاي. ها؟ زك يا خال. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى حضرة العمدة وسيبك مع الاستاذ رمضان. طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوه. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده. عددهم بايدي. تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك كل استك في 1000 جنيه. ده رايي يا هنداو. انت ما بتفهمش يا ولد. الله. خلي العمده عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش ست فلوس قدام. انت حمار. سلام عليكم. مع السلامه. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خالي الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتانة. تجعان ويفرد يعني؟ ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه. يبقى بني خير يا رمضان. خير ان شاء الله يا خير. خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده. كنت قصدك في قرشين. كنت عايز رزمة يعني. من هنا يا من هنا. ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه. ايش بقر وايش معيز وايش خرفان وايش جواميس. وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه. عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي اللي جوه. قال يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيوب. ارض امك انت كلت بقى من زمان. كلت بقى ايه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاو اللي كلته؟ بلاش يا سيدي حكايه الارض. خلي علشان خاطر رابطه الارحام اللي بينك. وانت صغير عشان تشحن شحط طويل عريض مستوظف في الحكومه وجاي تشحن. ثم هجيب لك من ايه؟ انا ما حلتش حاجه. ما هم لسه مديلك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان. قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخويا وسلم لي على الناس اللي في مصر. اله ربنا يجيب لك شرطه في الجواميس بتاعك. اله يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له ده الصعار ويمشي اهو في السك وانت اوله. عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت؟ خفت لا ضربه ايه؟ سلام عليكم. اهلا يا بشبيش. اتفضل. برافو عليك يا بشبيش. كويس انك جبت الشنطه. بس انا عايز افهم هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه. شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلمي. امسك شنطه زيها بالظبط. ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخ اللي فيها؟ الخياطه اللي فيها؟ صورة منها طبق الاصل. ماشي يا معلم. اضرب يا بشبيش. اضرب يا بشبيش. اضرب بكره نضرب ضربتنا الكبيرة قوي. سد في وشك يا عيشة ام علي. تبقى تمشي بشحاتي في الشوارع. ايه غيرك؟ سرحان ليه يا استاذ رمضان؟ بتفكر في ايه؟ انا جهزت يا اخي. اهو كل واحد بيفكر في خيبته. يبقى بتفكر في الفلوس. فلوس ايه؟ اجري اجري كتخيبه. انت فاهم حاجه اجري؟ يبقى انا ما قلتش غلط بقى. ما هو ما دام النهارده 27 منه يبقى كله بيفكر في الفلوس. بلاش كده يا استاذ رمضان. هقول لك حاجة بقى يا هام. طب انا اعرف موظفين بيعدوا اخر الشهر بالساعة مش باليوم. عشان كده مش فاضيين يشتغلوا. وهم هيقطعوا نفسهم هيعدوا ولا يشتغلوا؟ يسلم بقك. حلوة. ايه دي اللي حلوة؟ النكتة. نكتة؟ النبي انت فايق ولا يا بشبيش؟ او شوية كده او شوية كده يا اسر رمضان.
الله، ايه الكتاب ده؟ قانون العقوبات؟ انت هترجع الحقوق تاني؟ رمضان علي، ازاي؟ ده انا كنت دلوقتي وحشني قوي يا رمضان. الله يقول وقف عندك، بتعملي ايه؟ تعالي كده. روحي اليها، ربنا يسد ابواب الجنه في وشك والنار كمان، عشان تحتسي في الاخره ما تقيش حته التويك. مالهم 605 برتوش؟ ايه، رجعت الشنطه مكانها؟ كله تمام. وفاهم هتعمل ايه؟ اه فاهم كل حاجه. بقول لك ايه، المهم بقى انك انت ما تركبش معايا، تعمل المستحيل عشان تزوغ منه. ازوغ منه ليه؟ لا ما فيهاش ليه، هو لازم كده. وقوم انتس بقى على المصلحه وتشوف شغلك عادي لحد ما نتقابل. عشان يلبسها قول لي. ها؟ قول لي. ما تقول لي انت يا جدع، قول لي يعني لوحده. الله، والفلوس هتودوها فين؟ احنا هننام عليها لحد الموضوع ما يهدى خالص. وانا مش طمني ان انتوا مش هتضحكوا عليا. يا جدع عيب، ربنا يديم معروف، احنا مخونش بعض. ثم احنا هنروح منك فين؟ وبعدين ما انت ممكن تبلغ عننا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد. عليك نور، ربنا ما يجيب حديد يا اخي. جهزت التاكسي اشحته؟ كله تمام. خلاص، وما نتقابل بكره الصبح انا وانت قدام البنك. ماشي يا عمنا. فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلنا يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.